والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن سلام المناصيري الصحفي الرياضي. أهلا بك سيد سلام. النتيجة إذن غير متوقعة بسقوط السيتي في فخ التعادل مع كريستال بالاس، يعني كيف قرأت سيناريو هذه المباراة؟ مساء الخير زملائي عليك وعليكم مشاهدي قناة الغد الأعزاء. بالفعل هذه النتيجة أعادت شيئا من الإثارة إلى الدوري الإنجليزي الذي طالما عرفناه بأنه الأمتار الأخيرة، ولكن عندما حقق يعني غوارديولا انتصاره 18 في الأسبوع الماضي على فريق نيوكاسل، البعض قال وهم أغلبية بأن الدوري قد حسم هذا الموسم باكرا قبل أن يبدأ موسم الشتاء، ولكن اليوم ما حدث في مباراة كريستال بالاس عاد الإثارة من جديد، ولو أن الفارق ما زال كبيرا بين السيتي المتصدر وتشيلسي حامل اللقب والوصيف الحالي ب 14 نقطة، ولكن هناك الكثير من المفاجآت التي ربما قد تحدث في بداية من السنة الجديدة عام 2018، أي الدوري الإنجليزي يعيد شيئا من الإثارة، وربما نشهد هناك الكثير من المفاجآت قد تحدث، ولكن حتى اللحظة السيتي ما زال متربعا وهو الأقرب إلى اللقب. لم تحدث طبعا الكثير من المفاجآت الأخرى والتي لا تستبعد هنا في الدوري الإنجليزي. نعم سيد سلام، تتحدث عن الكثير من المفاجآت، يعني ما هي أبرز المفاجآت التي قد تحدث أو تتوقعها برأيك؟ طبعا السيتي الان ما سيلعب في مباريات استحضار كبير جدا، كما تعرفين السيتي كتيبه غوارديولا ايضا تعول على الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا، اضافه الى ذلك هناك اصابات ابرز نجوم الفريق، اليوم نتحدث عن اصابه الورقه البرازيليه الرابحه سينسيوس الذي ربما يعيد عن الملاعب لمده تزيد عن 4 إلى 6 أشهر اذا ما تاكدت اصابته بالركبه. كذلك نتحدث عن النجم البلجيكي دي بروين الذي غادر المباراة متأثرا بإصابة الركبة، ولم تكن طبعا إصابة خطيرة، ولكن أيضا هناك بعض الأسماء التي مندي أيضا الذي يغيب عن المباراة القادمة. إذا غوارديولا أمام تحدي كبير جدا، عليه بأن يواصل المشوار بنجاح ولا يتعثر في المزيد من المباريات، ولكن انا بالنسبه لي اقول اذا ما السيتي حافظ خلال الجولات الخمسه او السته في ان حقق الانتصار في الجولات المقبله ربما انه قد حسم الدوري، ولكن كما قلنا ربما ان تحدث الكثير من المفاجات. نعم طيب سيد، وطبعا اداره الدوري الانجليزي هي تحسن في الامتار الاخيره. نعم سيد سلام، يعني برايك هل حسمت المنافسه أم أنها لم تحسم بعد وهناك الكثير من المفاجآت بعد هذه الهزيمة؟ المفاجأة اليوم التي حدثت طبعا غوارديولا اليوم عندما توقف انتصاراته التي حقق طبعا حقق الانتصار في الأسابيع الماضية ل 18 انتصارا، اليوم هو نجا من خسارة كما تعلمين بأن كريستال بالاس قد ضاع ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة. رغم أن السيتي هو الفريق الوحيد الذي لم يوزن، ولكن حسم اللقب الذي تحدثنا عنها قبل يعني ايام قليله ربما قلنا طبعا منطقيا السيتي حسم اللقب، ولكن اليوم السقوط بالتعادل هو عاد الترتيب من جديد، وربما يعني نشهد مفاجات. الدوري لم يحسم كما ذكرت الا اذا ما عاد السيتي لسلسله من الانتصارات الجديده خلال الاسابيع المقبله. نعم شكرا جزيلا لك، وصلت الصوره. كان معنا عبر الهاتف من لندن سلام المناصيري الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك.